قوارب البطاطس بالجبنه، بطاطس جبناها وقشرناها قسمناها بالنص وقورناها وقلينا البطاطس في زيت غزير، طلعناها صفيناها من الزيت. بعد كده عندنا شرايح من البيكون اللي هو اللحم البقري المقدد، وده موجود مع البسطرمة واللانشون، وممكن تستبدلوه ببسطرمة أو لانشون. ثوم مفروم وملح وفلفل وزبدة، جبنة تشادر مبشورة وجبنة موتزاريلا مبشورة وشوية كريمة صغيرين قوي. هنعمل ايه؟ هقول لكم. اول حاجة برص قوارب البطاطس، لو مش راضية تقف معاكم تقدروا تشيلوا من القاعدة بتاعتها عشان ترضى تثبت، يعني لو ضايقتكم يعني. سخنت ووك على النار، هاخد زبدة وتوم وبيكن وهاجي هنا هحط مكعب الزبدة. بسم الله. وهنزل معاه البيف بيكن او البسطرمة او اللانشون او السلامي او البيبروني او السجق او حتة لحمة او حتة فراخ متبقية من امبارح وقطعها نسايل رفيعة، اي حاجة تركي مدخن من غير خالص واعمل بالجبن بس شغال برضو، حتة سوسيس فراخ او لحمة، حتة برجر متبقية من امبارح الموجود. اما يبتدي يتحمص كده اقوم منزلة عليه التوم. نستغل بقى سخونية الووك ونقوم جايبين شوية البيكن دول هنا في بولة، واخد الووك السخنة دي واقوم منزلة عليها الجبن، جبنة موتزاريلا، الجبنة التشادر معاهم الكريمة، لو حبت شوية مية هبقى ازود لها شوية مية. او شوية لبن، بس انا حاطة كريمة فلو زودت هزود مية. بدأت تسيح الجبن، اقوم مرجعة عليها تاني شوية البيكن دول. الله الله يا بلدنا الله. وتعالوا معايا بقى عند البطاطس، البراطس، وممكن ما تبقاش قوارب تبقى مكعبات مقلية وتقوموا حاطين عليها الجبنة. انا هستخدمها كحشوة، انتوا ممكن بقى ساعتها تستخدموها كتوبينج. الله، فكرة لذيذة 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 لذيذة، بحب الوصفة دي جدا. ولو عندي بطاطس مقلية اصلا متبقية بقوم واخداها وحطلها هذا الاختراع كتوبينج. نبتدي نقدم بقى عشان نحس ان احنا ايه بننجز. بطاطس، بطاطس دي هتعجبكم قوي قوي قوي.